بغيتي تبدا جريده تعبر مع حبابكم في التبت المباشر. اليوم معانا مهدي وايمان، اصغر كوبل في المغرب اللي تزوجوا مؤخرا، و ايمان حامله في الشهر الرابع. سي مهدي مرحبا بك. مرحبا اخويا زكريا، كنشكرك على يعني لبيتي النداء، وشكرا جزيلا لقناه عبير. المهم معكم مهدي من مدينه القنيطره، سن 19 سنه. كلمه السلام عليكم، معكم إيمان من مدينة القنيطرة، سن 19 سنة. وشكم 19 سنة؟ نسي. أنتم مواليد 2000. 2002. إذا مواليد التسعينات الخيرية. ما كاينش فيها ياك. أحسن حاجة أخويا يعني التفاهم، والإنسان يتزوج مع حد صغير يعني عنده فرصة وبإمكانه يكبر مع ولاده ويشوف ولاده هو يعني مازال صغير ويطلع مع ولاده من الصغر، راه حاجه زوينه. كيف جاتكم الفكره انكم تزوجوا؟ يعني فكره عاديه، يعني كاي زوجين اتفقنا، يعني قصدنا الدار وربي جاب التيسير، داكشي اللي نوينا في خاطرنا هو اللي كان. شنو كانت رد الفعل ديالك ملي قال بغا يتزوج بك؟ معرفتش، المهم عادي، احساس زوين وصافي. اذا انت واخا كنتي صغيره قلتي ماشي مشكل، ها انك تكون ماشي واحد فهمتي باغا اذا نتوما كنتم فاهمين من الاول. كنا عارفين انه انت تزوجتي في 2017، عندك 15 عام. تزوج في 2017، كانت عندي يعني 15 سنه، وراه اتصلوا بيا بعض القنوات يعني ما نذكر السميه ديالهم، وديك الساعه ما كانش عندي فكره يعني نصور ولا نهضر بحال هكا لايف ولا يعني ما ديك الوقيته. يعني 2017 ما كانش بنادم يعني كان تيزعم بزاف على اليوتيوب، يعني شال هاد العامين ديال الاخر 2020 2021، عاد اغلبيه الناس عرفوا راه يوتيوب ولايفات عادي يعني فلوغات عادي عاد. ولكن حنا عارفين بانه الزوجه ديالك السابقه الطليقه ديالك طلقتي منه. طلقت منها يعني عادي بتفاهم. ما كنتو كنتو صغار ما تفهمتوش؟ تقريبا نقدر نقولوا ما تفاهمناش، يعني على حسب كنا صغار وصافي، كان شي جو يعني مشاكل ما كنقدروش نتحملوا مشاكل، يقدر مشكل صغير يكبر ويولي مشكل يعني عائلي، لحيت يعني بنادم ما كانش يفكر مزيان وكان يبان له الزواج راه حاجه سهله. ولكن من بعد الحمد لله دابا راه غادي مزيان، بقيت مراه فهمتني وفهمتها، وراه حنا غاديين يعني ماشي الله الله مالك، حنا غاديين بخير. ولكن راه في الاول كنتي فاهم مع الطليقه ديالك؟ لا في الاول كنا مفاهمين، يعني من بعد صافي وقعوا مشاكل. اذا انت واش ضامن انه قدر يطراو مشاكل مع ايمان ولا لا؟ وهذاك الشيء يعني كيبقى بمشيئه الله، حنا ما كان دابا راه مفاهمين. لا دابا الحمد لله مفاهمين. واش حيت كنتي صغير داك الشيء علاش ما تفاهمتيش معاه؟ تقريبا نقدر نقول لك العقل اللي كان عندي في ذاك الوقت ماشي هو ديال دابا، وما كانش عارف بزاف الحوايج. تزوج يعني اش غادي نقول لك؟ كيف جاتك حتى الفكرة أنك تزوج وأنت عندك 15 عام؟ كفكرة يعني كان وقع واحد سوء تفاهم، والحمد لله تخطيناه وكنا يعني باغيين بعضياتنا، وشي هذيك بنت الناس يعني ما بقيتش منا شي حاجة خايبة، غير مع المدة ما تفهمناش يعني أبسط أمور ما تفهمناش، يعني ما يمكنش لينا نكملوا واحد العلاقة زوجية وحنا ما مفاهمينش، يعني ضروري خص التفاهم. ولكن حنا مؤخرا كنشوفوا واحد الظاهرة ديال أنه أي واحد ناس صغار تيبغيو يديروا البلد تيتزوجوا، شنو الرأي ديالك؟ هو انت مزوج على ود البلد ولا مزوج؟ لا كنت غير ايمان، يعني كنت مزوج على يد البلد ما غاديش يكون في يدي هذا الملف، فهمتيني؟ ديال اش هذا الملف؟ هذا راه ليكوغرافي ديال الجنين ديالي، يعني وري ابن المستقبل ديالي يعني ان شاء الله. لا عنده 4 شهور. 4 شهور دابا، 4 شهور يعني الله يكمل بالخير. كنا مزوجين على ود البلد، راه انا يعني علاش قررت هذه المره هذه نطلع ونهضر على القصه ديالي، كيفاش تزوجت المره الاولى كيفاش تزوجت المره الثانيه. يعني كيبان لي عادي، كيبان لي بنادم في الاول كيكون فاهم، كنشوف حيت متبع بزاف ديال الناس بلا ما نذكر السميات ديالو، في الاول هو مزوج معاه هو صغير باغيها باغاه، من بعد كينوضوا مشاكل كيولي يهضر بنادم شي هضره اللي ما كايناش اللي ما كانوش مفاهمين عليها النهار الاول. وانا كيبان لي غادي يعني بعقلي وغادي كنزوج نورمال، يعني ما كنهضر على مارشي ما كنهضر عليها بالخايب، ما صافي يعني قررت. ولكن واحد الحاجه حنا كنشوفوها دابا مؤخرا هو انه
اصغر كوبل في المغرب ماشي غير واحد، ما كاينش غير كوبل واحد، كاينين بزاف ديال لي كوبل كيديروا دابا مشاكل في يوتيوب باش يديروا البول، فهمتيني؟ ولكن شنو انت الراي ديالك فاش بان حنا عرفناك انك انت انسان ناضج، انت قلتي انه انت مختلف عليهم، ياك شنو الراي ديالك في التصرفات اللي كيديروا؟ التصرفات اللي نقدر نقول لك اللي غير مفاهمين هما كيكونوا فاهمين ان ندابزو يعني ماشي غير شخص واحد ولا هذا راه البيبليك ندابزو ولا نتمشكلو ولا نوض نهضر انا في لايف نوض يعني هذيك اخويا بالنسبه لي هذيك انا مزوج يعني نقدر نقول لك في لاج ديالك ولا صغر منك ولا كبر منك راه هذاك الشيء ما يمكنش يعني ها انا ومرشي مفاهمين ولكن شنو يقول لي بنادم انا بعدا في بلاصتك ما نقدرش نخرج يعني اش خرج بقى يقول لك هذا مارشو قال فيها وقال عليها وباقي عايش معها يعني صافي كتحرم مارشك اولا يعني ملي كتبدا تهضر عليها بديك الهضره وكتوصلها يعني ديك المواصل يعني اول حاجه كتحرم مارشك وتزيد بزاف ديال الحوايج بقى ما نفهمش كيفاش كيجي بنادم كيفاش كيجي راسو كيهضر على مارشو ومن بعد كيتلاقى هو بها في نفس الدار وعايشين حياتهم كيتصالح هو بها ما فهمتش ايمن كيفاش كيجيك هاد لي كوبل هادو اللي هما مؤخرا دايرين هاد البيض الخاوي؟ الصراحه ما نكذبش عليك ما فهمتي ما حطيتش بداك الامر باش نقدر مثلا الا جا عندكم هادي شي مره قال لك ايمان بغينا نديرو البيض حنا بغينا اصلا ما يقولهاش ما كنبغيش مثلا الا قالها لي شنو تكون ردة الفعل ديالك؟ طبعا بحال نقول لها ما يمكنش ما يمكنش نوسخو سمعتنا باش نديرو البيض ولا باش نديرو فهمتي بزاف الحوايج لا ولكن راه البيض يجيب لك فلوس الا هو قنعك قال لك انه البيض بدا يعيشنا مرتاحين حياتنا كامله واش غاديش تقدر ولا ما غاديش تقدر؟ لا ما نقدرش نقدر فهمتي نعيش انا وياه باش ما كان من من نوسخو سمعتنا باش ناخدو الفلوس ولا باش نديرو الفلوس اذا مستحيل انكم ديروا داكشي اللي كيديروا الاخرين مستحيل لا بطبيعه الحال يعني راه ما يمكنش انا مارشي شفت كذا الجمهور من هذا المنبر كنأكد بان يعني ما يمكنش على ود البوز نخسر وجهي ونخسر يعني الصوره ديال المراه ديالي مع البوبليك يعني شي عند والديها يقدروا يشوفوا هذا الشيء هذا ما يعجبهمش يعني عند خوالها راه حنا راه يعني شنو غادي نقول لكم مغاربه راه نفسنا خايبه يعني انا براسي غادي نشوف يعني شي واحد راجل بنتي كيهضر عليها ولا كيسبها في فيديو في لايف وعارف يعني راه الاف ديال يعني الالاف ديال بنادم يعني شاف هذاك الفيديو راه ما غاديش حتى هو يقدر غير شي واحد خارج من الزنقه يقول له ايوا هذاك راجل بنتك شو ما صدقش ها هو تيسبها قدام كلشي هو انا ما بغيتش نوصل لهذيك المواصل يعني الا كان غيجي البوز بديك الطريقه ما اذا انت نفسك حار لا يعني انا ما نبغيش انا بنادم يبقى يسبني بمرشي يقول لك انت كتسبها انت كدا يعني ما بغيتش نوصل لهذيك المواصل يعني انت واش خدام؟ خدام ديما ماشي خدام وكتحباب يعني راه غادي تعيش ايمان يعني لحد الان راه حنا اللهم لك الحمد راه عارف الخدمه ديال يعني ديال الكابلاج اوبيراتور راه كدير خدمتك تتخلص بالسميك داكشي على قد الحال وحنا غاديين هكا وراك عارف يعني خدمه الكابلاج راه ما كتضمنش راسك واش غترسم ولا كونطراج كتبقى خدام كونطراج يعني تقدر شويه يديروا لك فوند كونطرا وحنا غاديين يعني اللي جاب الله مرحبا مثلا ديروا لك فوند كونطرا فان كونطرا يعني غادي ما غاديش تجلس غاديش عاود واش يعني ما غاديش تقلب انك دير البث في يوتيوب هذا هو الهدف اللي بغينا انا نقول لك علاش حيت مؤخرا ولاو كاع الناس ما مزوجينش كتبان لهم بانه واحد مزوج صغير كوبل صغير تيدير البث في يوتيوب تيدخل الفلوس كيدخل الفلوس برا تيقول بانه انا بغيت ندير بحالهم وكاينين ناس داروا بحالهم وصدقات ليه اولا كان ما كاينش شوف ما نكذبش عليك انا ما عنديش مع النفاق يعني ما كاينش واحد ما غيكره البوز ولكن كل واش كيفاش غادي يعني كاين اللي هاني ما عندوش مشكل يشوه راسو يشوه السمعه ديالو يشوه مارشو يشوه اي حاجه على ود البوز وانا خويا عندي يعني فكره واحده اخرى ما نقدرش ندير هكاك على ما نقدرش يعني نطيح بكرام شو نطيح النيفو ديالي باش ندير البوز نقول شي هضره ما خصهاش تقال باش انا نطلع ونتشهر ومن هذاك الشيء يعني انا كن كنت اكيد يعني قررت شنو غتسمي ولدكم باقي عليك شي مازال ما كذبش عليك باقي ولا عرفتي ها مازال ولا ما عندك يعني فهمتي قول الى ولدنا ولد نسميه امير ولا كانت بنت
هذاك الشيء ديال ما انا يعني انا بنت ما بغيتش تقول لنا الحقيقه، قول لنا الحقيقه غادي نعرفوا غادي نعرفوا. لا انا اصلا قلت له ديجا هذا في هذا الموضوع كان دري انا غادي نسميه ان شاء الله بنيه يعني من هذا اللي غادي تسميه يا ليت جبت بنيه شنو تسميه يعني شوف شوف راه يقول لك بنادم يعني قبل بواحد راه باقي يعني مده طويله دابا الله داخل اربع شهور راه باقي خمس شهور يعني بزاف كاين العائله تيقول لك سمي على خوك كيقول لك سمي على الوالد ديالك ما غاديش دير يعني حتى تطيح في امر الواقع وشي يوصل لك النهار يعني عاد اللي جا انا كتشوف شفت شنو مؤخرا شنو دارت سليم وأسامة يعني داكشي ماشي ما شفتش سوا شنو داكشي شنو بان لك ما خصوش يقول لك الهضره يعني راه مارشي فيها هو والد مع هذاك الولد راه ما خصكش يوصل لك مواصل يعني شو اللي تهضر مع هذيك الهضره وتبدل العيالات واش يعني انت ماشي راه ملي كتقول هذه الهضره هذه انك تبدل مارشي واش تهضر انت ونزار والو وتبدلوا العيالات هادشي اخويا كان هادشي هذا على ود البوس دير هادشي هذا راه ما يعني اش تقدر دير بزاف ديال الحوايج انهم وصلوا حتى انهم يبدلوا العيالات على ود البوس اخويا انا ما وصلش هذيك المواصل يعني واخا نعرف راسي ما ما نخدم ما ندير شي حاجه وما نحاولش ندير البوز بهذيك الطريقه درك انا نفسهم حار ما يرضاش يعني ما نقلبوش اخويا على داك الشيء ماشي ما نحاولش ندير البوز انا موسخ صوم ماشي ولا موسخ شي وانا نهضر على مارشي وانا وصل يعني من وصل نتبادلوا العيالات راه ماشي راجل اخويا انا شنو نقول لك يعني من هذا المنبر هذا راك ماشي راجل خرجتي لينيش يعني واش تبدل نتبادلوا انا وياك العيالات وراك ماشي راجل اخويا ما كتقول يعني نتبادلوا العيالات فين باغي توصل؟ ايمان واش بقات فيك سليمه ولا لا؟ الصراحه بقات فيا حتى شو نزل واحد المستوى اللي بزاف يعني اسرار كيبقاو بينك وبين مرتك ما خصكش تخرجها ولو ما عرفتش شنو اي مشكل وخا توصلوا للطلاق ولا ما عرفتش شنو ما خصش اسرار بينك وبين مرتك تخرجها المهم كتبقى هي ضحيه ديالو وصافي يعني فكروا لذاك الولد هذاك ملي يكبر يشوف هذاك الفيديو يشوف هو تيقول لك لا ولدي انا غيكبر وغيجي عندي وغنعيشو كيما انا وكيقول ماشي ولدي دابا بخص انك انت اللي متعاطفه مع سليم مش مجبور باش تقولي لاسامه الا كان كيشوف هاد اللغه ما واخا نعيا من غير ما غنوصفو حتى كلمه ما غير موجود بالنسبه لي انا ما كاينش ما واش فايد ديال الرجال والله فهمت تكمل في داكشي اللي غدار فيه وتكبر داك الولد في طاعتها. شنو الرسالة اللي بغيت توجهها للجمهور؟ خص انك اصغر كوبل دابا انت مرة اصغر كوبل في المغرب. يعني انا بغيت نوصل يعني بالنسبة اللي كيقول على ود البوز يعني بغى يهدر وبغى انا مش على ود البوز يعني كنت باغي على ود البوز كان في 2017 ملي مازال ما كاينينش هاد يعني زواج القصيرين ما كانش هذاك الشيء كان واحد اللي تزوج هو كان صهيب وخديجه اول وحدين هذوك كانوا تزوجوا في المغرب يعني هما كانوا عندهم ديك الساعه شكون ثاني كوبل في المغرب انا ثاني لا كنت اصغر كوبل يعني هما كانوا تزوجوا على 19 عام انا كنت عندي في ديك الوقت 15 عام يعني اصغر كوبل في المغرب كون كنت باغي البوز كره في ديك الوقيته صافي من صنع وليد القنوات وما زدتش انا معهم الهضره يعني عطيتهم غير تصاور خليتهم غير تصاور حطهم راه كانوا غير تصاور راه كانوا داروا البوز يعني اي قناه كانت تصوني في ديك الوقيته انا ما بغيتش نكمل في داك الشيء دابا بغيت نهضر يعني كنشوف انا كوبل في الاول كيكونوا زوينين في الاخر كيجبدلوا انا بغيت نبدل هذه الفكره هذه يعني بغيت نعطي البنادم كوبل ناضجين بعقلهم وصغار في نفس الوقت يعني في الله صغار ويقدر ما يوصلوش يعني هذيك المشاكل المهم حنا كننصحوا بنادم يعني كي تزوج صغير خويا تزوج صغير واسرارك كيبقاو بينك وبين مرتك يعني دابا ولاد 2000 تزوجوا ياك ولاد 90 اش باه ولاد 90 اش هذا راه مشكله صح لا لا ماشي مشكل بالعكس كاين اللي كيخاف انا دراري خدامين معايا في كابلاج المهم يعني شي يقولوا لي انا خويا الا ما كانش عندي داري وطوموبيلتي ونسكن بوحدي هو انت اخويا انا ان فوا كيبدا يقول لي داري وطوموبيل تكون عندي داري بوحدي وطوموبيل كنعرفو ماشي راجل هذيك اللي ولداتك وكبراتك وشنو انت يعني باغي انك انت ما كبرتيش في الطوموبيل بدار ما كبر ما كبرتيش اخويا حنا يعني انا بالنسبه لي اي حاجه اي حاجه واخا ما نعرفش شنو يكون عندي ديال الفلوس المهم شي اللي كبرتنا يعني ضروري خصها تبقى في جنبي ولكن دابا خير ولاد 90 ولاد 80 كتبان لهم انكم تزوجتوا تبان لهم انا دار الاجازه فهمتي ما كاينش انا اللي خدامين معايا راه مصدومين تيقولوا لي كيفاش انا الشاف ديالي كيقول لي كيفاش انت مزوج تزوجت انا باقي ما مزوج الشاف ديالك باقي ما مزوج هو تيم ليدر تيم ليدر ديالي كيقول لي انا ما مزوج
وانا خدام عندي طوموبيل وعندي دار وباقي شارف خايف من المراه. انا هكا كتقول لك يا ودري كبار معايا كيبقاو علاش كتجيهم في شكل؟ انا باقي صغير مزوج تزوج طلاق شاني وعاود تزوج كتجيهم في شكل. تقول احنا مضوبلين عمرك ما تزوجناش باقي تنفكر باقي خايف باقي هذا. انا كتجيني في شكل الصراحه الهضره ديالك يعني. كيجيني في شكل علاش احنا عايشين يعني ربي علاش خلقنا؟ ما خلقناش باش نديرو طوموبيل ونديرو دار وهداك الشيء كامل يعني الشهوات راه ضروري. يكذب الكذاب اللي ما بغاش يدير طوموبيل وما بغاش يدير دار. ولكن اخويا بالنسبه للزواج الزواج راه كما انك غادي عايش انت وقاد مسؤوليه داركم وهذا تقدر تقد مسؤوليه مرة وتزوج ونعيش حياتي وبعد على الحرام بعد على بزاف ديال الحوايج. اخويا شغادي نقول لك بالنسبه انا ديال التسعينات والثمانينات راه مش نفهم فيهم والو يعني انا خصني انا ندير 30 عام ولدي يكون تيتمشى وتيقرا. متتبعي جريدة عبدالكريم كان هذا هو البث المباشر ديالنا مع مهدي وإيمان. كنتمنى لهم غير الخير وما يديروش لنا بحال لي كوبل اللي فبقوهم بأنهم يشوفوا السمعة ديال أي واحد كيتزوج والفيديوهات والباد بوز. كنتمنى لهم الخير ونشوفكم في بث مباشر آخر. السلام عليكم.